أنا اللي خصك تقدم لي، خصك تقدم لي بما يقع داخل أسوار المؤسسة. بالتالي يتم إصدار تهم من قبيل التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا لقيت في الملف ديالي قرص بمنبر إعلامي أعطيته تصريح من قبيل أننا نأخذ هذا هاد 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 الاضرابات وهذه بفعل بيانات ونطالب فيها بحقوقنا العادله والمشروعه. تم عرض هذا القرص علي هنا. هل هذه من اختصاصات وزاره التربيه الوطنيه ام اختصاصات وزاره الداخليه؟ اظن ان وزير التربيه الوطنيه بن موسى اختلط لديه الامر ويظن نفسه انه باقي وزير الداخليه، لان انا ملي كتعرض عليا قرص في هذه تدخل في حرية التعبير الذي يكفلها الدستور اللي هو أعلى قانون في البلاد في المادة 24. أنا مني كنعطيكم تصريح اليوم، هل يمنع علي إعطاء التصاريح؟ هل يمنع علي أنني نكون في حزب معين؟ هل يمنع علي الفعل النقابي؟ ما هو القانون الذي يجرم الفعل النقابي؟ حتى قانون هذا يؤكد بجلاء على هذا القانون الإضراب اللي غادي يصدر فيه تكبيل للحريات النقابية. إذا أنت باقي ما صدرش قانون الإضراب عفوا، وكتحاسبني وكتعاقبني بعدم إعطاء تصاريح، إذا هذا تضييق على الحريات. بالتالي أنا أعطيني شي حاجة اللي هي داخل أسوار المؤسسة والواردة في المدونة التأديبية. مني كتقول لي عدم احترام أخلاقيات المهنة، هل يوجد عندك تقرير المفتش؟ هل يوجد عندك تقرير المدير؟ ثم وردت بصيغة العموم أخلاقيات المهنة. أخلاقيات المهنة حسب مدونة تأديبية يجب أن يتم التفصيل فيها. هل هناك تحرش جنسي بأحد التلميذات؟ هل هناك شكاية من أب أولي أمر تلميذة معينة أنه كان تحرش جنسي؟ هل كان هناك ضرب وشتم المدراء أو الزملاء؟ هل تم منع الزملاء من مزاولة عملهم داخل المؤسسة؟ هل هناك يعني عدم احترام الهندام داخل المؤسسة؟ إذن درتي في صيغة العموم عدم أخلاقية، ولا يوجد تقرير للمدير اللي هو الرئيس المباشر اللي معايا أنا داخل أسوار المؤسسة، أو لا بغيتي تعتمد على شي تقارير أخرى خارج أسوار المؤسسة، هذا يدخل في عدم الاختصاص. المديرة الإقليمية مني صدرات مراسلة لقيتها هنايا كتقول فيها المديرة الإقليمية ديال بن سليمان، لأن أنا الموقوف الوحيد في بن سليمان، أن ربيع القرعي كان يروج لمغالطات أدت إلى وجيش الأساتذة، أدت إلى إغلاق المؤسسات والمرفق العمومي ببن سليمان. هذا يجب أن تحرر أو أن تحرك المسطرة وتعطيها للقضاء، والقضاء يثبت هل هذيك مواقع التواصل الاجتماعي، هل بعد هذاك الحساب يعود إلي؟ أيمكن أن أي واحد يدير حساب ويسميه ربيع القرعي ويقول فيه اللي بغي يقول؟ إذا هذه السيدة يعني وعدم تبليغ على الجناية هو جناية في حد ذاته. إذا أنا من إغلقت المرفق العمومي، راه إغلاق المرفق العمومي راه فيها نص قضائي وفيها نص في المسطرة في المسطرة الجنائية. إذا هنا كان عليها أن تحرك هذه المسطرة. علاش جابتني هنا؟ ثم علاش توقيف عن العمل؟ لأن التوقيف عن العمل كتورد فيه مجموعة من التهم، يقول لك وقفناك عن العمل من أجل هذه التهم. علاش في الاستدعاء حيدات هذه التهمة؟ في التوقيف دارتها، التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي على التوقف على التوقف عن العمل وعرقلة السير العادي للمؤسسات. علاش في الاستدعاء تم سحبوها؟ علاش درتي مراسله بالتحريض وباغلاق المرفق العمومي؟ وحنا كنعرفوا بان اغلاق المرفق العمومي جنايه يحاسب عليها، وعدم تبليغ على الجنايه جنايه. علاش ما حركاتش المسطره؟ اذا كل ما ورد من التهم في هذاك التوقيف هي تهم سورية لا دليل عليها بحكم اطلاعي على الملف قبل 5 أيام هنا في الاكاديميه. اذا الذي يجب ان يحاسب اليوم هو من لفق التهم الى هاد الاساتذه هادو. ثم هناك عدم الانضباط الى قواعد العمل والى التعليم، يعني العمليه التعليميه التعلميه. الذي يجب ان يبت في هذا هو المفتش من داخل القسم، خصو يجي للقسم ديالي ويدير تقرير. لا يوجد اي تقرير للمفتش في الملف ديالي. اذا بماذا تحاكموننا؟ ام تشرعون ما تشاءون؟ اكيد انه يعني هذه التقارير، لا أنا نقول بأنها تقارير المجلس التأديبي، لأن تقارير المجلس التأديبي هذه التقارير ستسطر من جهات عليا أخرى من أجل إفزاع ومن أجل تخويف الأساتذة. لكن نقول أن أي قرار سيرد سنبطله بالمحكمة الإدارية، لأن هناك مؤسسات ونحن ما زال نثق في المؤسسات في البلاد ديالنا. سنلتجئ إلى المحكمة الإدارية كما سبق العام الماضي. العام الماضي هناك إبطال لجميع التقارير الواردة على المجلس التأديبي في التوقيفات السابقة، وأنا كنت منهم كذلك. تم إصدار قرار المحكمة الإدارية ديال سلا بإبطال كل يعني كل
التقارير او كل التقريرات التي وردت بالانذار والتوبيخ في حق الاساتذه. كذلك سنلجا الى المحكمه الاداريه، لان لا شكلا لا مضمونا لا تهمه من التهم التي نعرض عليها امام هذه المحاكم، امام هذه المجالس الصوريه الفاقده للشرعيه ثابته بدليل، وسنلتجئ الى المحكمه الاداريه من اجل انصافنا، ولنا كامل الثقه في القضاء المغربي.